الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان الموالي، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. نكملوا معكم سلسلة إنتاج كناري، كناري مالينوا بالخصوص. دونك اليوم الحمد لله راه يمكن الله أعلم راه تخطينا الموجة ديال البرد، باقي شوية البرد ولكن ما ماشي البرد اللي كنا مولفين عليه. كما تتابعوا الاخوان راه كانوا بعض النتوات كانوا عندي مبيضات في الاسبوع، خصوصا اللي طاح فيه الثلج. الحمد لله ما قلبتش البيض كامل، البيض القليل يعني قلبت واحد جوج بيضات لقيتهم بعد انهم مخصبين. دونك تنتسناو نشوف واش البيض خسر ولا ما خسرش مع هذيك البروده. البارح خل التفاح، اليوم خل التفاح. تنتابعوا على زوان سيك و دونك وكاله فيها زوان سيك وكاله فيها بالخصوص يعني الزوان وشويه الميلونج. ميلونج ملي تندوي الميلونج تندوي على زريعه الكتان، زريعه الكيف وزريعه ديال النافيت. مع العلم ان حتى هما راه والله اعلم عندوز السيستم اللي كندير مع المقنين، يعني غنحاول نعطي زوان سيك والصبع ديال الميلونج جوج المرات في النهار ولا مره في النهار حتى نشوف زعما التعامل مع الطيور، التعامل ديال الطيور مع هذا الميلونج كيفاش غيكون ان شاء الله. يعني بغينا نجتنبوا المشاكل ديال الكبده وديال التشحم، لان كما تتعرفوا هذا العام البدايه ديال الموسم عانيت من الكوكسيديوز الله يستر ومن التشحم. يعني باقي لحد الان عندي ذكر وجوج نتوات مشحمات اكثر من القياس. الذكور الاولين اللي كانوا مشحمين راه الحمد لله يعني تعالجوا، بقى الذكر الثالث اللي هملته والله يسمح لي، دونك راه حتى هو صافي دوزته بوحدو الزوان سيك وخل التفاح. ونتوات نتوات راه نتسناو جوستومون، راه كاين واحد النتوه هنايا من النتوات اللي مشحمات اكثر من القياس. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو يكون غدا ولا بعدو، نشوفوا فيه التقدم ديال 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 التزاوج. اخوان الله يسر الامور للجميع، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.